مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين حوارنا الممتع مع كابتن صابر حسين نجم النادي الاهلي السابق والمنتخب الوطني السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب. قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضرتك كابتن صابر حسين من جوه الملعب ليه على الخط فقط لا غير، ليه اخترت مجال التدريب تحديدا؟ يمكن انا اخر فتره في حياتي وانا لعيب، وحكم ان انا لعبت ماتشات كتير على المستوى المحلي والمستوى الدولي ولعبت اكتر من بطوله عالم، فكنت بشوف لعيبه كبار في الفرق الكبيره عندهم بعض الاخطاء في التكنيك في الحركه جوه الملعب، تكنيك الكوره، فانا عارف ان الاخطاء دي مش اخطاء اليوم، دي اخطاء من الصغر يعني تراكميه. ما حدش وجهه يعمل الصح او حد يعلمه يلعب ازاي، يتحرك ازاي جوه الملعب، يتحرك ازاي، اداله مهاره فكبر بكده. فانا عارف ان المشكله كلها كانت في لازم حد ياسس لعيب ناشئ طلعه كويس. فالحمد لله انا كنت شايف نفسي او حاسس ان جوايا عندي حاجه ممكن اديها للجيل الجديد، يعني شايف ان انا عندي هاندبول، مخزون من الهاندبول كبير جدا الحمد لله، فنفسي يطلع الجيل الجديد ما عندوش الاخطاء ديت. وحتى لما جيت اشتغل حتى مدرب اول سنه ليا مدرب قلت لهم انا همسك في الناشئين مش همسك فوق. يعني الطبيعي الناس تقول لك ايه، اشتغل في الدرجه الاولى فريق الاول، روح المنتخب عشان اسمك يكبر وتبقى تعمل اسم لنفسك. قلت لهم لا، انت عندك فكره اسس. انا ما عنديش. انا عندي فكره اسس، وانا حتى كمدرب حتى اسس نفسي في الناحيه ديت، ان انا اللعيب حاجه ومدرب حاجه ثانيه خالص. انا عايز اسس نفسي تدريبيا فلازم ابدا من الصفر، وعايز اسس الواد الصغيرين دول عشان يطلعوا في الدرجه الاولى يبقى الاخطاء اللي عندهم قليله شويه. فقلت انا هبدا اول سنه ليا من المراحل السنيه اللي هي الناشئين اشتغل واشوف الاجواء عامله ازاي، لو ارتحت في المجال والدنيا كويسه اكمل، ما ارتحتش هبعد واشوف مجال تاني غيره. فالحمد لله بدات اول موسم لقيت الدنيا كويسه جدا الحمد لله، في استجابه سريعه جدا من الولاد، الولاد شكلها بيتغير، الولاد بتتطور، لقيت نفسي بكسب بطولات اول موسم ليا مدرب وباخد بتجني ثمار يعني سريعه ما شاء الله. الناس كلها بتتكلم عني كويس الحمد لله، صابر مدرب كويس، الدنيا ماشيه كويس، الفرقه كويسه، لا بيشتغل بشكل معين، ان بقى بدات اشتغل على نقط وحاجات في الملعب مش اي حد يعني مش اي حد يشتغل فيها خالص الحمد لله يعني. فبدا لقيت نفسي لا انا ممكن انجح في المجال ده، ليه ما كملتش، لازم اكمل بقى خلاص. فقلت حطيت رجليا فيها وقلت لا انا لازم اكمل، ولازم كل مرحله يعني اخد خطوه لفوق لحد ما ربنا يوفقني اوصل لاعلى مرحله، بس انا مش مستعجل النجاح، انا مستعجل عايز احط رجليا في مكان اثبت شويه، نجحت الخطوه اللي بعدها فالحمد لله. بس ما شاء الله يعني مسؤوليه كبيره برضو المدير الفني لمنتخب الشباب، اكيد مسؤوليه مش هينه، مسؤوليه صعبه وكبيره. والله المسؤولين في الاتحاد يعني مش 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 هيدوك هذا المكان او هذا المنصب الا لما يكون عندهم ثقه فيك. انت بتاهل رجاله الصف الاول بالظبط، يعني انت دلوقتي يعني كل المنتخب اللي عندك ده اللي هيدعموا بيه الصف الاول. وعندي لعيبه دلوقتي في المنتخب بيطلعوا المنتخب الاول اكيد، يعني عندي لعيبه بعض اللعيبه بيصعدوا للمنتخب الاول من منتخب الشباب. بس بقول لحضرتك هو الناس المسؤوليه مش هيدوكي هذه المكانه لما يحسوا ان في ثقه في صابر حسين اللي هو مدرب كويس، عنده قدره انه يوصل لعيب كويس، بيشتغل بشكل كويس، فدي ثقه كبيره جدا، واتمنى ان اكون قدها. يعني وحضرتك اهل للثقه يا كابتن ما شاء الله، تاريخ أتمنى والله كبير إن أنا جدا اكون قدها طبعا، ونحقق حاجه كويسه لمنتخبنا ونفضح شباب مصر زي ما احنا اتعودنا. ايه اللي اختلف في صابر حسين من لاعب لمدرب كرؤيه؟ يعني من اللاعب هو جوه الملعب هو بيتعامل مع المدربين بيبقى شايف حاجه، ولما بيطلع بقى من على الخط بيبقى شايف الملعب كله مش بيبقى شايف نفسه بس. يعني انا حاجة انا كنت وانا ممكن جوه ملعب مثلا مع اللعب وكده والعصبيه وعايز افوز والحماس بياخدني، ببقى شايف اوقات كتير المدرب بتاعي غلطان في حاجات، في بعض القرارات، في سواء في تغييره، في شكل اللعب، في الحاجات دي كلها. الفرق بين اللعيب والمدرب الهدوء. يعني انا الحمد لله لما بقف على الخط ببقى عندي شويه نوع من الهدوء شويه عشان اقدر اقرا الملعب واشوف الدنيا ماشيه ازاي جوه الملعب يعني. فالفرق بين ده وبين ده اللي انا هديت شويه اكسبيرينس الحياه يعني الخبرات خليتك بقيت لدرجه ان انا بقعد وافكر في ايام زمان وحتى تحصل زمان اقول المدرب ده لا كان عنده حق، المدرب بتاعي معاه كذا زمان وقتها حماس الشباب وعايز يعني تلعب وعايز غلطان، ولو مدرب قعدك لا قعدني ليه قعدني ليه انا لازم العب والعب في التفونيه وغلطان في الدفاع لا غلطان في الهجوم ونعمل كذا وحماس واخدني. لكن باجي دلوقتي احسبها دلوقتي لا هو كان عنده حق، هو كان صح لما عمل كده، لما عاقب لعيب كان صح،
لما عاقبني كان هو صح. فالواحد كل ما بيكبر في السن بيبقى عنده شويه خبرات والدنيا بتختلف عنده شويه. بطوله لعبتوها في رمضان واحنا في الشهر الكريم اكيد في ذكريات بطوله. طب اصعب بطوله لعبتوها في رمضان؟ هو غالبا تبقى الدوري المجمعه بتاعت نهائي الدوري كانت معظمها في رمضان. فانا افتكر لعبنا نهائي الدوري في سنه من السنين بس مش فاكر سنه كام، كانت في رمضان بعد الفطار. وكانت يعني الماتشات كلها حاسمه وبتحدد بطل الدوري. فالحمد لله طبعا ربنا بيكرم يعني راح في رمضان الوضع مختلف شويه، صيام طبعا والناس صايمه وبنلعب وانت يعني الواحد مش واخد كويس، بس الحمد لله بتحس ان في طاقه كده ايجابيه وفي باور عند الواحد جاي منين ما اعرفش. يعني كان في بطولات يعني لعبتوها بره مصر مع المنتخب في وقت الصيام برضو؟ احنا كان في بطوله كده بنطلعها على طول مع المنتخب في هولندا. كان توقيتها على طول في رمضان، يعني كنا بنلعب حصامين يعني لحد درجه ان كان المغرب جدا والماتش شغال. فكنا بنطلب من الحكم يوقف الملعب دقيقه، بنخرج على الخط نشرب ميه وبلح ونخش نكمل الماتش شغال. يعني هيك دي البطوله او بطولتين اللي تلعبوا في وسط الصيام، يعني بنلعب حصايمين. لكن سبحان الله يعني ما حدش فينا كان بيحس ان هو عطشان ولا تعبان ولا عمدان، لا الحمد لله. يعني بعد كده الصيام بيدي باور، يعني بيدي طاقه للانسان يطلع كل ما عنده.